مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم بعد ما أصبحت طريقة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مؤخرا في البلاتوهات والاحتفال مع الضيوف، برنامج 100% جزائري اليوم اختار أن يأتيكم باحتفال مع المولد النبوي الشريف مع شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري، وين يقضيوا هذا المناسبة الدينية الشريفة في ظروف كما راكم تشوفوا سيئة نوعا ما. ما نكذبوش على بعضنا، أغلب الجزائريين يقضيوا المولد النبوي الشريف في هذه الحالة. بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، محمد نبي مشاهدينا الكرام. في العدد نتاع اليوم من 100% الجزائري راح نجوزوا المولد النبوي الشريف مع واحدة من العائلات الجزائرية، واحدة من العائلات اللي مغبونة، ونعرفوا بلي شريحة كبيرة من الجزائريين راهم يجوزوا مناسبة المولد النبوي الشريف في هذه المعاناة اللي راكو رايحين تشوفوها مع يوم أمينة. إلا عينة حبيت أنا اليوم نسلط عليها الضوء، حبيت تاني كنجوزوا معها المولود ونحتفلوا معها في نفس الوقت. هذه الحصة يكون عندها رسالة ويكون عندها هدف، هو نقل معاناة هاد العائلة اللي راني معها اليوم. طبعا بون أمينة كما قلت لك راح نجوز المولود اليوم كيف كيف، ولكن أول حاجة راح تورينا أنت المعاناة نتاعك وش راكي عايشة يوميا لهنايا. مرحبا بكم أختي في عدنا لهنايا، وحبيت نقدم تحية للشعب الجزائري كامل بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. ينعاد علينا إن شاء الله بالخير والبركة، وإن شاء الله كما نقوله هو يكون في فتحة نقطة كما نقوله وردة تفتح في بلادنا منه، وإن شاء الله أخر الأحزان تعقب على الجزائر كامل، وإن شاء الله نكون اليد في اليد. وهذه الدنيا ما واحد هو الكمال ربي سبحانه، ما عندنا ما حنديروه الكمال ربي سبحانه، لا كاين الضعيف وكاين القوي، كاين الغني وكاين الفقير، وكل واحد على كل حال يقول الحمد لله. امين يا ربي. دونك نبداو معك امينه، كما راني نشوف انت راكي هنا ساكنه في بيت قزديري، وراني نشوف فيك راكي ام لخمسه اطفال الله يبارك، وراكي وحدك مع خوتك تاني، انت مغبونه عليهم وانت اللي تخدمي عليهم ومعيشتهم. دونك نبداو المعاناه تاعك، رانا هنا في دارك، ابداي اشرح لنا كيفاش راكو عايشين، وين راكو عايشين، وكيفاش راكي عايشه حياتك. انا راني عايشه لهنايا في حي معمل ناجح برغايه، عايشه من 2009، توفت تزوجت في 2010، قعدت 7 شهور في داري، توفت يما الله يرحمها هنايا بحادث السياره اللي ضربها فهرب ما بانش. من هذاك العام وانا لهنايا تزوجت، من بعد خاوتي اللي تما قاعدين عندي فان متكفله بيهم،
عندي خياتي متزوجين وظروفهم قاسيه مع رجالهم، فان قاعدين عندي خويا فان مع مرته قاعد عندي، وخويا وصغير فان عايش عندي، وعندي 5 دراري سكلفه بهم الحمد لله على كل حال. واحد ماشي كافيه كافيه حالي بصح الحمد لله، واحد كيما نقولوا الخبز والماء وعايشين متهنيين لاقدين في بعضنا الحمد لله. هاكي تشوفي برا كما قدش كيف نوصفها لك، شتاء تجي كارثه، نولي نخمم على الخيط تاع تيسيطي يطيح، نولي نخمم على ولادي، ما نقدرش حتى كيف نرقدوا، كون تجي شتاء ما كاش وين نرقدوا، ونولي نديروا في الباسينات اي حاجه القدره الاخرى ونجيب نحطها. شو نقول لك، ربي يجعل خير ان شاء الله، ربي يفتح علينا كامل، عليها صحاب الحي كامل هنا كامل عانينا، كالي ضربت بنته تريسيتي، كل واحد وش صرا لهم هنايا، هانا نعانو. وراني انا ما نكذبش عليك، انا نروح للجامع نسترزق على خاوتي وعلى ولادي، ما عنديش اليد اللي تعاوني، راجلي راحوا اللي عندي يماه وخلاني انا ب5 دراري. بالك سامحوني برك كاين الناس بالك ما يفهموش واش معناتها نروح للجامع ونسترزق على روحي، يقول لك هذه كيفاش تروح بصريح العباره، مع ان ما نخبيو مع ان ما نخافو، قال فوالا نروح نطلب نروح نتسول. ايه تروحي عند الامام تاع الجامع يقول لك روحي اختي ديري ورقه ليه وعيطي يعاونوك، رحت للجمعيات قال لك لازم اعطيني شهاده طلاق ولا اعطيني بلي راكي ارمله. وانت يا راجلك ما طلقك ما مات. ما مات، انا راني شغل قعدت معلقه، هو يستناني انا نروح نطلب الطلاق باش انا يسقط لي حقي، ما لقيتش روحي وين نصد. دونك الحكايه باختصار، امينه هي ام ل5 اطفال وخوتها اللي تما قاعدين عندها زوج خياتها مزوجين تاني وعندهم مشاكل مع رجالهم، بمعنى سمحوا فيهم تاني كهما لمتهم في هذه البراك اللي راكم تشوفوا فيها باختصار، وتروح للجامع تاع الغايه تطلب على لافامي تاعها باش تقدر تعيشها. هذو المطار حنا نفرشوهم هاو فلاشي شغل انا عايشين براري، هذو يرقدوا فيهم دوك عيبات، ماشي اللي يرقدوا فيهم عيبات، حتى واحد كيجي باش يهضر معاك يولي يعيفك ولا لا يخزروا فيك بخزره، يمكن انت تدخلي تبدلي وجهك ولا لا اختي، ومن حقك، ما هيش بلاصه اللي يعيشوا فيها طفل تاع 5 شهور يرقد فوق مطرح كيما هذا، ولا تاع عامين، ولا ولادي ولا يمشوا عندهم الميكروب. انا بنتي شعرها كاع بالميكروب، ها كامل ميكروب الحساسيه، ما لقيتش روحي وين، ما لقيت نوفر لهم اللبسه، نوفر لهم الفراش، نوفر لهم الماكله، نوفر لهم، ما عييت عييت، كاين اللي يحن عليك كاين اللي يوجع لك قلبك، كاين اللي يقول يا حلين، كاين اللي يقول الشه، ولا يقول لك كيفاه وعلاه انت تزوجتي، علاه جبتي 5 دراري، علاه ما تروحيش تخدمي، ما عبرهمش واش كاين، انا فين ماذا بيا نخدم، انا فين ماذا بيا ولادي يكونوا نظاف بلاصه نقيه ولا لا لا، ربي لي عالم، انا اختي صحتي ماهيش كامله، عندي ديجا عندي بروبليم في قلبي، عندي فتحه في قلبي، ولادي صغار هذا يرضع من صدري ما يرضعش الحليب، ما كاش كيف نخليه في بلاصه لازم نديه معايا. واش حنقول لك، ربي يجعل خير ان شاء الله ان شاء الله.
شفتوا معنا مشاهدينا الكرام ومتتبعي برنامج 100% جزائري. في الجزء الاول كنت قلت لكم معاناة هذا العائلة، في الجزء الثاني رانا رايحين نحييو معاهم هذا المناسبة الدينية الشريفة، المولد النبوي الشريف. وين رانا معاهم؟ في الكوزينة المتواضعة نتاعهم. وين رانا تانيك؟ انا والزميل عبد العزيز طهمون راح نشاركوهم تحضيرات هذا المناسبة. ويكون في علمكم انه اغلب العائلة الجزائرية تجوز المولد النبوي الشريف في هذه الظروف القاسية، دونك حنا رايحين نجربوا تجربة تاعهم ونعيشوا معاهم وفقا للظروف نتاعهم. وكما راكم تشوفوا راه معايا زميل عبد العزيز طهمون. نعم. مرحبا بك. مرحبا بك نادية. كما تشوفوا مشاهدينا اليوم رانا 100% جزائر، راح نقول لكم اجواء العيد مع عائله امينه من الغايه. حنوصل لكم كيفاش المواطن الجزائري يعيش مناسبه المولد النبوي الشريف، ونعيشوا الاجواء مع هذو الاطفال اليتامى، مع هذو الاطفال اللي محتاجين انه موحد يقف معهم يعيشهم جو المولود. كما سمعنا نجيه بلي الاطفال هذوما اول مره يعيشوا مناسبه المولد النبوي الشريف. كما قالت امينه، مع الاسف قتلنا امينه كل مولود قالت لي يجوزوا قدام الجامع يطلبوا ولا يتسولوا باش يجيبوا لقمه العيش، باش يجيبوا واش ياكلوا عشيه. اليوم 100% جزائري حب تخصص حصه باش نعيشوا اجواء مناسبه مولد النبوي الشريف مع هذو الاطفال، باش نحسوهم باللي ماهوش وحدهم، باللي حتى قناه الحياه راهي واقفه معاهم. وقناه الحياه معروفه انها توقف مع جميع المواطنين البسطاء، المواطن العادي، مناطق الظل نعيشوا. سواء قناتنا ولا برنامج 100% جزائري، هو برنامج منكم واليكم، برنامج زوالي، دونك ما عليكم الا تابعونا وتشوفوا كيفاش راح نقضيوا الاجواء مع عائله امينه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. خص حاجة على المولود ونديروا هكا تكون مع نفسها الولاده. ايه صافي، غالبا في الافراح. في الافراح ايه، حتى كي نطهروا حنايا كي نطهروا الاطفال نديروا له الطمينه. اصبح بكا ولات الطمينه في كل عوايد. ايه كل عوايد الطمينه يديروها على اساس الفرح، يديروها على اساس السعاده. يقول لك باللي كي تاكلي الملح هذاك وتاكلي حاجه حلوه. ايه وطعم محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته اتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول السلام الله عليك يا حبيبي. أرجو خياتي ديروا رشدة هنا في المولود، نقعدوا سهرانين، يجوا الجيران معنا نقعدوا سهرانين
حتى 12 الوحده يطلع واحد وحدهم. في عاده تاع زمان يعني مولود ديروا الشماع. ايه مازلنا بحال هكا الشماع الطياب. احنا كاع الجيران نتلموا في دار واحده ونديروا الشماع المحارق طمينه لاتاي كلش. خاصة الطمينة. يعني الطمينة رجعت لازم ايه رفيس. نديروا كاع. يتلموا كاع خياتي احنا. كي جيتي لدار راجلك كيفاش تخدمي؟ ما تبدل تبدل بزاف هما يديروا الطعام حنا ما ناكلو حنا ما نديروش الطعام ما يديروا الطعام يديروا فيس يديروا كلش في المولد كثرتهم يعبوا في الجامع عندكم جامع قريب منه ايه وليك هنا كيفاش دير الطعام نتايا انا نورمال نشمخو بعد نفورو نديرو ندير لاصوص تاع هما يديروا الطعام معرف تلحقوا تسقيه بيضاء ولا لا لا حمراء حمراء حنا حمراء حنا نديرو بيض حنا نديرو حمر الشاوية هما يديروا الحمر هما شاوية؟ ايه متبسة شوحة ولا رشتة ايه طيبها اختي تعجنها وديرها احنا احنا عندنا الحاجه المفضله عندنا شخشوخه بابا شخشوخه لا لا تفضل اكلي لا لا يما تهبط تاع المسمنه تاع قطاوالمي قطاوالمي تاع قطاوالمي هذيك وهنا يديروا الطعام يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى ام لاطفال شنو شوفك يا خويا هذوك الايامات ما يرجعوش كانت يما الله يرحمها كانت ما تخلينا حتى حاجه تنقصنا الحمد لله كانت وفرت لنا اي حاجه رغم انها كانت خدامه هي مسكينه الله يرحمها كانت تروح تسيق الباطيمه تاع لاديال تاع باب الزوار كانت تخدم مع عائله نظافه تخدم مع عائله نظافه في الباطيمات فالحمد لله كانت موفرت لنا كلش نعيدوا مع بالضحك باللعب مع بعضنا ساكنين هنا كنا ساكنين لتحت عندنا هنايا انا كي تزوجت خرجت على بيت العائله تاعي اي هنايا هنا في المعمل النجاح انا يما الله يرحمها ضربتها هنا السياره ضربتها هنايا واللي ضربها هرب للان مازال ما بانش مازال ما كتشوفش عجاني مازال للان ما بانش ضربها وهرب ومن بعد خوتي وحده هي كانت رايحه للخدمه الله يرحمها هم بعد تيك نكذبش عليك هذاك الوقت لازم نرجع خالتي ضاعوا وليت انا تحملت مسؤوليه تاع خالتي قاعدين عايشين عندي اختي تزوجت فان ومن بعد عندها ظروف مع راجلها عاودت رجعت عندي وخويا تزوج هنايا قاعد عندي واختي الاخرى فان تزوجت وظروف تاعها ماشي مليحه مع راجلها جاوا قاعدوا عندي عندي خويا بلال عازف فان قاعد عندي وعندي خمسه دراري ملي تزوجت وانا في الميزيرية عندي 10 سنين 10 سنين عشر. سمعت بلي انه الزوج تاعك الزوج تاعك راح وخلاكم كيفاش كانت هذيك الاوضاع كيفاش كانت هذيك الظروف ولا الوقت هذاك كيفاش كنت انت؟ كنت عايشة انا ملي تزوجت وانا في الميزيرية تزوجت مع سبع ايام تاعي ذهبي بعته على جا راجلي
هذا هي هذا اول غلط اللي ديروا الطفله الجزائريه، انها النهار الاول تحل العين لراجلها. صح، نحيت الدين على راجلي بعت ذهبي، قلت معليش بابا معليش راجلي صافي كيما نقولش معاه فقط الشده ما مانيش مار ويجي نهار يخلف لي ما خر منه. هو استغل هذيك الفرصه مع انه يما مات الله يرحمها، بابا كبير، بابا في عمره 80 سنه ماشي هو اللي راح يقدر يحارب جان. وزيد خاوتي كانوا صغار، بلال وابراهيم كانوا صغار ماشي اللي يقدروا يحاربوا هكا يوم حتى هما كبار ما نخليهمش يحاربوا باش نخلي خويا انا يروح يعشي في الحباس على جال راجلي. لا لا نقعد مع خاوتي ولا مع ولادي كيما نقعد نطلب خبزه والماء وانا وخاوتي وولادي الدنيا وما فيها. شحال كانت الزوج تاعك؟ قعدت مع شوف انا النسبه تاعي لو كان نحصل لك شحال راني قاعده مع راجلي ما يجوش حتى 3 سنين ولا 4 سنين على المده. 4 سنين جبتي 5 يقعد معايا شهر شهرين من بعد يروح يقعد عندي يما 11 شهر عام عامين يعاود يولي فنزيد يقعد معايا 6 شهور 7 شهور يزيد يروح عندي يما يقعد واحد العام ولا 11 شهر ولا 6 شهور على حسب الكونجي اللي حاب يقعدوا عند يما ويعاود يولي. عيت وانا نرفع في القضايا في المحاكم والو، ديجا عندي حكم بالنفقه حكموا له حكم بالنفقه وحكموا له في عامين حبس ما حبش. شحال عمرك كنت على هذه الحاله؟ سامحني امين، شحال عمرك كنت على هذه الحاله؟ انا ملي تزوجت وانا في هذه الحاله، ملي تزوجت قلت لك نقعد يقعد معايا شهر شهرين 3 شهور من بعد يروح وانا نشوفي كيما تكونش الام في الدار ما عندكش منين تتحكي. تولي نقول معليش راجلي ولا برا راجلي كيما نقولوا ريدو خامن ما كاش. بصح اقتنعتي باللي هذا الراجل ماهوش صح؟ اقتنعت في حاجه انه الريدو كي يكون عندك ريدو بصح مثقوب يشوفوا كامل الناس على برا ما تنحيه خير هذاك ريدو تقعدي بلا ريدو خير من نقعدوا الناس يخضروا فيها. الناس ولاو يقولوا لك عندها راجل علاه تخرج تروح تطلب، اي عندها راجل علاه تروح هاي تروح هكا، ولاو الناس يخضروا فيها خضره واحده اخرى فين في حتى كي نروح نطلب ما نقدرش واش نقول لهم، نقول لهم راجلي خليته في الدار وانا جيت نطلب ما يمدوليش ما يرحموكش. تقولي لهم راجلي متوفي يقول لك اعطيني شهاده الوفاه، تقول له مطلقه يقول لك اعطيني شهاده الطلاق، تقولي له راح وخلاني ما يامنكش ما يامنكش. دوك انت واش كي دايره انت طلقتي مع راجلك؟ مازال راني في قضيه التطليق. شحال عنده راجلك اللي راح عليه؟ عنده هذه المده عنده شهر من اللي راح شهر نهار عيد ميلادك يوم 25 سبتمبر واحد كان السبب ما كاش حاله خاصه البلاصه اللي راني عايشتها فيها عباد شي ملاح حاشا هما البعض كاين وكاين بصح بلاصه يعني تكوني في دوار ولا تكوني في مكان يبعد يعني تسني بزاف صوالح ما كاينش في مدينه ولا شكون هنا في ولا هناك ناس ترحمك شويه. انا هنايا نتوقع خطرات نوض من رقاد ما نلقاش واحد من وليدي قدامي. شر يدخل عليا كاش واحد سوكارجي ولا سطايلي يدخل عليا بموس ولا يتهدى عليا ولا على بناتي. كيما نقول لك الحمد لله عندي خالتي رجال قاعدين معايا، لاخاطش كون ماشي خالتي رجال قاعدين معايا ما نقدرش نعيش هنا نكذب عليك. نخاف عندي بنات وخياتي بنات. هاكا ونخاف على خويا، خويا قاعد معايا بصح نخاف عليه. نخاف انا خويا بعد شر جيت بلاني واحد ولا واحد يتهدى على داري، يا شي خويا قاتل هو يا خويا قاتل في الحبس هو قاتلين لي خويا. اللي نصبر. حنا كاين نحمسوا الجاج، ما نديروش هذوك حنا حتى نغلوا الماء وفي الغبش نديروا الغاب. طعم حنا كثرتو في العرس، حنا الطعام نديرو كثر في العرس. العرس نديروها بطريقة هذي العرس. إيه هكا. بطريقة بيضاء. إيه بيضاء. بطريقة بيضاء. بصح حنا كثرتو دوكا ماهمش نحاو الطعام. علاش؟ هو هو الطعام يقول لك من عادات وتقاليد الجزائرية وعندنا الطعام تاعي ما شاء الله متنوع. إيه. عندنا طعام بطريقة بيضاء، طعام حمراء. أنتوما الطعام اللي ديروه بزاف شنو؟ حنايا في العرس بيض. إيه. نديرو بيض. إيه. حتى في أي مناسبة نديرو بيض. ثم طعم تغليها في الحدا. ايه حنا الملق لا لا حنا نديرو كي يغلى دوك كي تغلى الملقة نغطوه ونديرو الطعم.
كما راكم تشوفوا برنامج 100% جزائري بعد ما قضينا يوم المولد النبوي الشريف في دار أمينة، هذيك الصحة اللي فتحتي لنا دارك. أنا وأمين حاولنا على الأقل ننقلوا لهم الأجواء كما شفتوا معنا، طيبنا وحاولنا نقلنا واش قدرنا لهذا الأطفال لعل وعسى يحسوا ببنة المولد النبوي الشريف. أمينة يعطيك الصحة اللي فتحتي لنا دارك. لا مزيان اختي، مرحبا بكم عندنا. وراك تشوفي واش درنا واش كتب ربي، حاجة في البساطة يعني كما نقول لك حاجة في القليل، والحمد لله ملمة هذه الدنيا وما فيها. ونقول للشعب الجزائري كامل الصحة، مولودهم كل عام هما بخير، ينعاد عليهم بالصحة والعافية ولهنا إن شاء الله آخر الأحزان في الجزائر إن شاء الله. هذا الوبا يهزوا ربي، والبيبان كامل يتفتحوا على كل مؤمن اللي عنده حاجة عن اللي عنده حاجة في قلبه، ولا ربي يفتحها له وربي إن شاء الله يسهل له فيها، يشافي المرضى، واللي ما عنده السكنة ربي يفتحها عليه، اللي خصته حاجة كمان ربي يفتحها عليه. آمين يا ربي. دوك شوية تقولوا لنا رأيكم في الماكلة نتاع أمين. بون أنا عاونته فقط، ولكن أمين هو اللي دار المجهود الكبير، وكما تعرفوا أنه في برنامج 100% جزائري دائما أمين عنده الفقرة الخاصة به، ولكن اليوم أمين راه مرافقني من صباح العشية، يعني راح هو اللي قضى وهو اللي طيب وهو اللي يعطيك الصحة وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. ومرحبا بك في الفقرة نتاعك. شكرا نجية. السلام عليكم مشاهدينا، كما راكم شوفوا اليوم رانا مع عائلة أمينة، حبينا ننقل لكم ولو شوية من أجواء مولد النبوي الشريف. أنا نقول لكم لو كان كل واحد كيدير كما احنا أنه يلم هذيك المصاريف في عوض أنك تروح تشريهم حارق، في عوض أنك تشريهم مفرقعات وتأذي بهم آخرين، علاش ما نلموش هذوك الدراهمات ونروحوا نساعدوا عائلة تعيش جو من الحرمان؟ أي يعني مش غير أمينة ومش غير أنا ومش غير فلان وفلان، لازم نفرحوا ناس يعني بأشياء بسيطة نجية، يمكن نقدروا نخلقوا أجواء من السعادة. شوفوا الملائكة هذو كيف فرحوهم اليوم، يعني عندنا الدنيا وما فيها. ما يهمناش أنك طيبت ولدت، أنا الحاجة المليحة عندي أني شفت هذو الأطفال، هذو الملائكة فرحانين يرفقوني في المطبخ نجية، يرفقوني في كل أرجاء البيت. عشت جو من البساطة، عشت جو من فرحة الأطفال. وكما تعرفوا مشاهدينا حبيت ندير لهم حاجة جديدة ولا حاجة يعرفوها كاع المشاهدين ولا الجزائريين. طيبت اليوم كسكسي على الطريقة الجزائرية، درنا طمينة اللي معروفة في المولد النبوي الشريف في كل المناسبات، درنا رفيس بوصلوع يعني ولو قليل من الأشواش. عاونتني ثانا سارة، سارة عاونتني اليوم يعني ما خدمتش كلش وحدي، مي سارة عاونتني، يعطيك الصحة سارة. وأنا ثانيك أمين حبيت نقول فقط شكرا لكل واحد طبعا عاوننا اليوم، يا لو كان بحاجه صغيره ولا بالتفاته صغيره وين قدرنا نجذبوا هذه الاشياء اللي ربما في مضمونها ولا ما راهيش حاجه كبيره، ولكن متاكده انها دخلت الفرحه على قلوب هاد الاطفال مساكن. شكرا شكرا لكل واحد عاوننا اليوم، شكر جزيل كذلك للقائمين على قناه الحياه على المساعده اللي مدوهنا باش رانا هنا اليوم وباش قدرنا نفرحوا هاد الطفل. دوك أمينة خليكم تذوقوا، قولوا لنا الحق من بعد إذا عجبتكم الماكلة تاع أمين، ونتلاقاو من بعد مع الشمع ومع أجواء المولد النبوي. كلمة الشارف. واحدة لجية، إذا جا طعم مالح ماشي أنا سارة اللي زادت الملح. ونتلاقاو مشاهدينا الكرام من بعد. إن شاء الله. الله يا الله يا حبيب الله، رسول الله، الله يا الله يا حبيب الله، صلوا على النبي اصحابه عشرة وحمد زين البشرة، يا صلوا على النبي أصحابه عشرة محمد منور يا زين البشرة. الله يا الله وحبيب الله، الله يا الله رسول الله، صلوا على النبي أصحابه عشرة محمد منور يا زين البشرة. محمد
وصلي وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وخير خلق الله في هذه الليلة المباركة، ليلة المولد النبوي الشريف، وين كامل الجزائر وكامل الأمة الإسلامية راهي تحتفل بميلاد خير خلق الله في هذه الليلة، وين رانا في هذا البيت المتواضع ومع هاد الأسرة المتواضعة حاولنا احنا برنامج 100% جزائري أن ننقل لكم الأجواء كما راهم كامل العائلات الجزائرية يجوزوا في هذه الليلة. صحة مولودكم، كل عام وانتم بخير كامل الجزائريين وكامل الأمة الإسلامية، وكذلك صحة مولودك الزميل أمين. شكرا نجية، شكرا كل العائلة اللي وجدت معنا اليوم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة خير وخير ما يأتيها يا رب. نتمنى في هذه الليلة إن شاء الله ربي يفرج على جميع المسلمين، على أمينة وعلى جميع واحد محتاج في هذه في هذا الوقت. ربي يفتح بيبان الخير والنور في كل واحد طالب من عند الله. كما كنتوا في نجية حاولنا على الأقل مشاهدينا الكرام ننقل لكم الأجواء، والشكر أكيد راح يكون لي أمينة. شكرا لي فتحتينا باب دارك واستقبلتينا وكأننا أفراد من عائلتك. صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. صحة مولودكم كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. حبيت نشكركم بزاف لكم انتم اللي فتحتوا عليا باب وانتم اللي فرحتوا لي ولادي، ولو كان ماشي انتم أنا ما نيش هكايا، ما نكذبش عليك أنا يمكن هذا هو المولود اللي راني عقبته في داري. ما فحياتي قوى أنا المولود من عقبوش كامل في داري. بالعكس أنا أنتم اللي فرحتوني وفرحت ولادي، لميتوني مع ولادي مع خاوتي في دار في نهار واحد. نشكركم ربي قدركم ويعطيكم الصحة، ونشكر كل الشعب الجزائري اللي تعاطف لي راهي تعاطف معايا. أنا صح ميزيرية بصح نحمد ربي الحمد لله، ما عادش نجي فوق ربي لاخاطش هو اللي يمد الأرزاق، هو مكتب كلش. يمكن راه مكتب لي خير يجيني، يمكن يمكن نربح عليكم يكونوا انتم وجه خير عليا. نتمنى إن شاء الله برك من ربي، ونتمنى من السلطات الجزائرية أنهم يشوفوا في النظر لينا، وإن شاء الله ربي يرزقني بسكنة لأني متمنية سكنة برك نصطف فيها روحي وولادي، لاخاطش لو كان ما عندي السكنة نزيد نضيع نضيع انا ولادي قد ما راني ضايعه نزيد نضيع. نتمنى من رئيس تبون ولا من الوزاره ولا كل مسؤوله يشوف فينا يفتح لنا يده ويفتح لنا بابه، لاخاطش حنا رانا مسؤولين منهم، هما حنا كيما يقول لك هما اللي كل راعين مسؤولين عن رعيتهم. وانا واش حبيت نقول امينه برك انه كل مره وكل عدد من برنامج 100% جزائريين عالجوا فيه قضيه. اليوم صح نقلنا لكم الاجواء نتاع المولد النبوي الشريف، ولكن البرنامج تاعنا مازال عنده الهدف اللي دائما امين يحاول انه يسعى ليه، وهو انه يرفع الغبن على افراد المجتمع الجزائري مهما كانت صفتهم. واليوم جينا عند امينه باش اولا ننقلوا المعاناه نتاعها، ثانيا نفرحوا الاطفال كما راكم تشوفوا. امينه عندك انشغالات بزاف راهم شافوها في اول الروبورتاج، واكيد عندك مطالب خاصه انك راكي ام لخمسه اطفال وما راكيش لاقيه كيفاش تصرفي عليهم مكمل. دونك وشنو هي المطالب نتاعك امينه؟ باش نطلب عندي امنيتي اني اول مطلب ان شاء الله كيما نقولوا نقول لك نسحق قبر الدنيا. امنيتي سكنه نصطر فيها روحي واولادي، كي نلقى السكنه كي نرقد بلا عشاء ما نخافش انا هكايا، ما خطرت الشتا تدخل لي غير نخاف تريسيتي تطيح على ولادي، نخاف مشغول مانيش ضامنه روحي لهنايا ما نكذبش عليك هنا راني خايفه. نتمنى سكنه، خاص السكنه هي اللي تطمني تستر ولادي، ونتمنى ان شاء الله ربي يقدرني على ولادي ان شاء الله نوفر لهم الحاجه اللي قدرت عليها يخرجوا لي ولادي صالحين ان شاء الله يا ربي. امنيتي ولادي يخرجوا لي صالحين ان شاء الله، اللي عشتو انا ما يعيشوش ولادي. ونشكر الناس اللي ما فيني اللي حنوا عليا، الناس اللي تفكروني كثر خيرهم، وربي يقدرني ان شاء الله يمكن نلقى خدمه. يمكن اول حاجه ان شاء الله ربي يفتح لي نبره ان شاء الله، كي نبره ان شاء الله نجبر صحتي نجبر روحي لولادي، لاخاطش لو كان انا نضيع لولادي يضيعوا كيما خاوتي اللي ضاعوا بعد يما الله يرحمهم. لو كان انا ما فتش خاوتي يمكن خويا وحده في الحبس وحده في الجبانه، يمكن اختي راهي ضايعه يصرى لها كيما البنات. انا شوفوا شو يصرى دوكي في وقتنا
ان شاء الله ربي يقدرني وربي يفرج عليكم ان شاء الله. امينه ناجيه، انا نحييك امينه. مشاهدينا، امينه هي مثال للمراه الجزائريه اللي حافظت على الاسره تاعها من بعد وفاه الوالدين تاعها، هي اللي ربات خاوتها وهي اللي ولات ام، وهي اللي عانات فراق الزوج تاعها وزيد راهي تربي في ولادها في ظروف كيما هذه. مشاهدينا، في ظروف انه مرحاض كي الناس ما عندهمش مرحاض كي الناس، تشوفوا كنت نطيب ماغري الظروف هذه، بصح كنت نطيب لاني نحب نعيش الظروف هذه، اني نحب نكون انا مواطن بسيط مثلك امينه ومثل ساره ومثل قاعدتك الاخوه اللي معنا. مشاهدينا ولا كل المسؤولين اللي راهو يشوفوا في امينه الان، انا نحكيكم كاني انا واحد كيما امينه، عاونوها لانها صح تستحق، ولان الظروف هذه ما تسمحش باش اطفال كيما هذو يعانوا في معاناه، انه عايشين تحت الحليه، انهم راقدين في السيمان، انه باش تمشي دوكا ديك زربيه مشمخه، باش تمشي زربيه مشمخه. يعني ماذا بينا كل مسؤول راهو يشوف فينا دوكا يعاون امينه ويعاون هذه العائله. امينه قدرت تحمي الاطفال والاخوه تاعها من الضياع، وما ادراك من المئات المئات اللي راهم ضايعين. يعني انها قدرت تجمع عائلتها تحت سقف واحد، تحت حليه، وتعيش تحت يعني بشيء بسيط. مش عيب اني نطلب، العيب اني كي نضيع، العيب اني نخرج طريق عيانه، اني نوصل وين خويا يروح يعني الطريق ضايعه، يعني اختي توصل انها تموت بعيد الشر عليها. يعني ماذا بينا احنا ما نوصلوش لهذو الامور الناجيه، ماذا بينا احنا نوقفوا هذو الامور قبل ما تبدا. ان شاء الله كل مسؤول ولا كل يد محسنه ولا روح محسنه راهي تشوف فينا، نتمناو يعاونوا امينه ويعاونوا العائله هذه باش نعيشوا ولا نعطوا لها حياة سعيدة آمنة. حق أي إنسان، حق أي طفل، هذو الدراري الصغار ماذا بينا غدوة نجي نشوفهم حتكون هذه طبيبة وهذه محامية وهذه مهندسة إن شاء الله. يعني ماذا بينا نشوفهم في هذه سارة مثلا، سارة أم هلا سارة راهي حامل، ماذا بينا نشوف المرة الجاية كي نجي نشوفوا سارة في دار جديدة، نعيشوا معك أجواء جديدة، أجواء الولادة تاعك بأفراح جديدة. ان شاء الله هذه مناسبه، مناسبه المولد النبوي الشريف، قاع نديروا الخير. ماذا بينا لو كان نتعاونوا قاعيتك، نعاونوا امينه ونعاونوا هذه الاسره وتعيش في جو عائلي محترم ان شاء الله يا رب. وحنا على الاقل نكونوا حاولنا اليوم في برنامج 100% جزائري. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم معاناه هذه العائله، ويكون الصوت نتاع برنامجنا مسموع لدى السلطات، ونحاولوا نرفعوا الغبنه على عائله امينه واولاد امينه، لهذا هما جيل المستقبل. والهدف تانيك من البرنامج نتاعنا اليوم، خاصه مؤخرا ولا نشوفوا برامج المولد النبوي الشريف كله في الاستوديو، كله لابس تقليدي صح عاداتنا ونفخروا بها، ولكن تبقى عندنا رساله اسمى، وهي ان من خلال كل برنامج نرفع الغبن ولا نلقاو حل لمشكل ما. ولذلك انا وامين اخترنا ان نكونوا خارج الاستوديو على بساطتنا، ما لابسين تقليدي، ما ماكيين، ما والو، ولكن نحاولوا من خلال الحلقه نتاع اليوم انه نحلوا هذا المشكل اللي تعاني منه هذا الشابه اللي في عمرها فقط 29 سنه، ام لخمس اطفال وربعه خاوتها راهم في ضمانتها. ان شاء الله صوتها اليوم يكون مسموع. نعم امين، حبيت نزيد ناجيه اضافه، انه احنا كي جينا باش ننقل لكم الصوره تاع امينه، ومش باش نقول لكم بلي احنا جينا نديروا الخير في امينه، الخير نديروه بلمزيتنا، ربي كي يعطينا ماذا بينا نديروا خير وخيرات ان شاء الله. بصح احنا جينا لهنا باش نعيشوا الجو هذا ونفرحوا الدراري هذو، وننقل لكم الابتسامه تاع الدراري هذو. كل واحد منكم لو كان يزيد يرد عفسه صغيره كما اللي درناها، وتشوفوا شحال من انسان حيفرح في هذا، وشحال من مغبون حيفرح كما هذو الدراري. زيد حاجه، انا احنا كي جينا لناجيه ثاني باش ننقلوا معاناه امينه، ننقلوا معاناه الاسره تاع امينه، وماذا بينا نشوفوا الغدوه الاسبوع الجاي الشهر الجاي كي نجوا نشوفوا عائله امينه في بيت جديد في مكان جديد، ننقلوا لكم الفرحه تاع عائله امينه كي يروحوا يشوفوا النور في دار جديده ان شاء الله يا رب. الان ناجيه ماذا بينا نحتفلوا كما يحتفلوا كاع الجزائريين ان شاء الله، ونقول لهم صحه مولود كامل الأمة الإسلامية وكذلك الشعب الجزائري اللي راهو يشوف فينا، ربي ينعاد علينا إن شاء الله هذه المناسبة الإسلامية في سلم وسلام في أمن وأمان كذلك، وربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء. تبقوا على خير إن شاء الله، ونتلاقوا بكم تانيك في أعداد لاحقة، ونخليكم مع فرحة المولد النبوي الشريف. هذا مولودنا يفرح بينا بالمكة والمدينة، صلوا علي صلوا علي يا حجاج بيت الله، إذا شفت رسول الله شفناه ورينا يتودع خلينا يتودع ويصلي راني لنحاسب الله عليك.
علي اسلم ذاتي نار حمراء الله يا الله وحبيب الله الله يا الله رسول الله صحاب ولدكم وكل عام انتم بخير كل عام انتم بخير صحة مولود أنيساتي قولي أنيساتي صلاة معليش قولي صحة مولود أنيساتي صحاباتك اللي يقراوا معك تاني قولي لهم صحة مولود أنيساتي صحة مولود صحاباتك كل عام انتي يا بخير كل عام انتي بخير صحيت قولي صحة مولودكم صحة مولودكم كل عام انتم بخير كل يوم انتم بخير صحة قولي انتي يا قولي صحة مولودكم كل عام انتم بخير ان شاء الله نكملوا مع الكتكوت امين طهمون صحة مولودك كل عام انت بخير صحة مولودك نجية صحة مولود كل الأمة الإسلامية داخل الوطن وخارج الوطن سواء الناس اللي معانا ولا اللي راهم في ديار الغربة صحة عيد ولا صحة مولود عائلة أمينة وكل العائلات اللي ساكنة في مناطق الظل خاصة صحة مولود كل الأمة الجزائرية كل الأمة الجزائرية وكل الأمة الإسلامية مولد مبوي شريف وكل عام وانتم بخير شكرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم الله